العجمة كردية محمود عبد المعمر من حطين من دار معمر. والله طلعنا إنا حيشة سامعين حافين ما معنا ما لابسين بجرين. كان فقر كثير فقر كثير فلسطين بحطين عنا يغلبها فقرة. إحنا عنا رزق بس شو التمرة معناش مادية الرزق بلا مادية شو بصير الواحد ولا شيء. نزلنا مشينا حافين مشينا من حطين بلد بقولوا لها سلامية مش بلد يعني بدك تقول زي القرية صغيرة بقولوا لها سلامية. رحنا قعدنا هناك 5 أيام ممنا تحت الشجار 5 أيام. بعدين صاروا يقولوا شو وين بدنا نضل هون ايش فتن يرجع ايش انت يرجع وايش ما يقبلش. قالا طلعوا وين احنا طبت قرعتنا فراضي. رحنا نشيل على فراضي إلا عمي أخت أبوي هناك متجوزي ورحنا لعندن حرام تلقونا والله وحطونا بيت وكل شيء وفرشونا وقعدنا 4 أشهر. من الشهر طولنا لا طلعنا معنا 4 أشهر قعدنا أنا. باقي 4 أشهر كانت بهذيك الأيام في زيتون طلعنا يلا أجت اليهود أجت وإحنا نايمين وأجوا اليهود أجت ورحنا قمنا. والله كنت صغير هو بنتي مفرعة حالي أنا مفرعش طلعنا مفرعين على البيادر طلعوا على البيادر إذا ضليتوا بالبيت بالبيوت بأوسوكوا فعلا طلعنا رحنا قعدنا على البيادر هناك بفرادي قعدنا من الصبح للمغرب وإحنا قاعدين نسوين هيك لك الله بيادير هيك نسوين الولايد النسوان أزلام الكبار يعني ما طلع اللي غير اللي زيكو هيك. أخوي بهذيك الأيام أخوي أختي غزالي هذول ركبوا حشة سامعين الحصان قال لهم أبوي روحوا يا أبوي اطلعوا على لبنان طلعوا إحنا ضلينا وقال لك من الصبح للمغرب شو نساوي شو نعمل شو بدنا تسوونا. قال يلا بطلع من هون صفوا نقوا 15 واحد شباب نقوهن وصفوهن على جانب هيك ورشوهن وإحنا نتفرج عليهم. من حطين؟ لا نقوه الشباب اجلما ماتوا على الاوتيل على فرادي من فرادي اللي ماتوا اللي ماتوا من فرادي. احنا ما احنا هلال كم عيله بحطين هناك فرادي بس اللي ماتوا فرادي هن نقوا الشباب صفوهم على جنب 15 واحد صفوهم ورشوهم كلهم. يا ولي صارت عم نسوي تصرخ تحط هيك ايديها على راسها وتقول تسرق يا ولي هذيك ابنها بعيدة عنك هذيك اخوها هذيك 15 واحد يما شو بنساوي. قال ما حدا قدر يحكي شيء حوالينا داير وين دار لو طيب شو يلا اطلعنا من فراضي لميرون ماشيين بجرينا شوف الوعار وغراب البيت وكلها طلع هيك زي بنقول لك طلعنا من هناك قلت لكم عن هذلاك طلعنا من هناك رحنا على زيتون ميرون قد ايه قعدنا 5 أيام نايمين لا ناكل ولا نشرب فيش اكل اليهود حوالينا تمشي ورانا. اذا صاحبي ترجع على فلسطين والله ابن اسا بروح والله العظيم مثل ما قالت مرتخب قال ابن اسا بروح.